خواتي، مرحبا بكم انت وجديد، مرحبا بكم كالعادة مع اخونا كمال من امريكا. اكزاكتومون مين اخويا في امريكا؟ مين؟ من ولاية فلوريدا. من ولاية فلوريدا. اخويا العزيز، كنا حكينا معك الحلقة الاولى وشفنا التجربة تاعك في تونس، كيفاش كنت دير بها تفكر كما نقولوا افير لعمرك بها تخرج من الجيري، كنت حاب دير طريقة تاع تونس وكنت حاب تدبر كما نقولوا مرأة بيديها. خالتي كان ديما يخمم يروح لتونس يدبر افير صحيحه ويخرج يكتب فيزا ويخرج بكويرتو. المهم سمعت الحكايه تاعك الاولى اخويا، درك حبسنا في الحكايه الثانيه من قلتي لي كيفاش عرفتي على الامريكانيه اللي راك معاها درك وتزوجتي بيها. السلام عليكم ليك والإخوة الكرام. مساء نبداو من ايه بعثت كنت كنشاطي في السيت هذاك. السيت هذا يقولوا له فيستا هذا هو اللون تاعو ابيض، نقول لهم موش هو تبع البادو ولكن اللون تاعو ابيض، الله اعلم قبل كان تبع للروس هو ولا ما علمش كيف. المهم اي بعثت هذه المخلوقه وابريكات جور هكذاك نلقى لا ريبونس. اي حكيت معاها جاوبتني، بدينا نحكي وقعدنا مهم بقي ل 10 11 تاع الليل، بدينا هكذاك بدينا نحكي. بعد قالت نحكي ل 11 12 تعرفوا على بعضنا، نقول احنا كاين واحد الامور هكذا لازم نعرفوا بعضنا مليح. نقول حنايا واش تخدمي وين تسكني، عندك والديك ما عندكش، هكذا من عندك خاوتك ما عندكش، تعرفنا على بعضنا. المهم قاعد حتى 4 تاع الصباح، 4 تاع الصباح نتاعنا وما عندهم بالك 10 تاع الليل ولا 9 تاع الليل ولا ما هو مش قداه ولا اي. قلت لهم انا راح نرقد ورانا نزيد نحكي ان شاء الله منا. هذا راني حكيت معاها في الفيسطا، ومن بعد قلت لها اعطيني الواتساب تاعك نشوفك، باسكو انا ما غداش نحكي جلال مع واحد وما نشوفش الفيساج تاعك. نقول نعرف راسك امراه ولا راجل، باسكو الخدعه كاينه. كاينه واحد يدير لك فوطوات تاع امراه ويهدر معاك حتى باللاكسون تاع هو راجل يدير فوطوات تاع امراه، يهدر معاك تقول له نشات مع امراه، وكان يدير لك فوطوات يقول لك انا نحب لك تيبا برك ما نحبش نحكي هكذا ولا انا هذه ذاك لازم الانسان اللي يكون متفطن ليها مليح. كما نقول هنايا انا اللي ما يوريليش وجهه يلا بقى على خير، كاين خوك في الصوت كما نقول هنا. هاي ورات لي وجه المخلوقات، عرفنا قالت لي انا منها كيفاش واش اسمي، هاي نقمتي عندي ما بوي، عندي لا فامي تاعي، عندي كما نقول احنا عندي لا فامي تاعي، هاني واش نخدم، ساكنه وحدي، يعني امورها واضحه من الاخر. اي نحكيو دوزيام فوا ليله الزوجه الثالثه، كي نروح احنا كل يوم نحكيو في الليل نحكي نتعرفوا على بعض، انا هاني واش نخدم، هاني واش نخدم، هاني واش كنت، هاني واش ندير، هاني من وين نسكن، هاني بلاصه الفلانيه. نتعرفوا على بعضنا مليح، تعرفنا على بعضنا على كل حال. سؤال، بعد معليش سؤال، اتفضل. اسمع ما قلت لك معليش سؤال، باغي نسقسيك واحد السؤال برك. ايه تفضل تفضل، المجال مفتوح ليك. كي سقساتك على البلاد وقلت لها متزاير انت، يعني ما كانش فيها كيما نقولوا رد فعل من عندها، انت ما حبش تحكي معها خاطر ما كان ناس بزاف صارت لها ما يقول لها انا متزاير تهرب له. قلت لها، قالت لي كيفاه انت، قالت لي انا في بالي راك تسكن هنا في الولايات المتحده الامريكيه. قلت لها انا لا، قلت لها دير هذا السيد على اساس نقول حنايا باه ندخل للسيد. قلت لها لو كان ندير باغ اكزومبل الرقم الهاتف، قالت لي لا ما عندكش نيميرو تليفون والله هكذا. قلت لها ما عنديش انا، قلت لها كون ندير رقم التليفون تاعي ما نقدرش ندخل للسيد هذا ونشاطي مع الاجانب هنا مع الولايات المتحده الامريكيه ولا كندا ولا استراليا. قلت انا اخترت الولايات المتحده لاني نتكلم الانجليزيه وميم طو يعني اقتنعت. قلت لها انا باه كون ما نديرش حيله كما هذه السيستم هذا ما يخلينيش نلحق الوقت اللي راني نحكي معاك دوك كيف نقول هنا. قالت لي معليش ماشي مشكل. قلت لها سما هذه تقريبا خدعه برك، نقول احنا ماشي قال يعني كذبه ولا هكذا ولا خدعه على اساس نحتال على السيستم هذا باه نقدر نحكي مع الاجانب. قالت لي نورمال معليش. هيا تعرفنا بعضنا مليح، نحكي وقدمهم 3 ايام 4 ايام جلال، نهار خامسة ولينا كل يوم نحكي مع بعضنا. قلت لها انت تخرجي تحوسي ماكش تخرجي من، قالت لي نخرج نحوس انا. قالت لي رحت لاوروب، رحت لافرنسا، لا هولندا، رحت لايطالي تقريبا. قلت لها واش ما زرتيش مصر، ما زرتيش تونس، ما زرتيش الطرق؟ قالت لي لا هذا ما زرتهمش. انا با نجبت فيها على
لانطوراج هذا نشوف اسكو زارات ولا ما زارش، باسكو لا انا نخمم من بعيد، انايا على بخ من بعيد باه نجي نتيريها بال باه نتيريها باه نتلاقاو ثما في الحضره كنقول هنا. قالت لي لا لا، قلت لها واش يكون نديروا عطله هكذا نتلاقاو. قلت لها معليش، هذه ابارتير مود مارس تعرفنا بعضنا، مارس افريل ماي جوان صمنا جوان. قلت لها وين كنقول احنا وين ان شاء الله تقضي العطله نتاعك عطله الصيف؟ قالت لي رايح لا ريبوبليك، هذه اللي منها جيت مع الاسم هكذا والله ما لا ريبوبليك، اجي في امريكا اللاتينيه سميها لي جيري والله نسيتها، دومينيكا. دومينيكان. دومينيكا باسكو ما قرب علي دومينيكا وكوبا، هنا ماشي بعاد بزاف يا ربي 250 300 كيلو ماشي بعاد باسكو وسط البحر. هيا لا علينا. قالت لي تقدر تحب نتلاقاو ثم هكذا ولا؟ قلت انا ما اقدرش نجي ثم، مصاريف والامور هذيك غاليه، ومن ما اقدرش نجي وبالفيزا وبالاخر وهي لا فيزا لا والله اعلم. انا هكذاك نهضر برك نهضر غير بالله. هيا بري قالت لي انا حاولت نقنعها، قلت لها ماذا بيك نتلاقاو، اخرجي لي من امريكا اللاتينيه هذه ومن حاول نتلاقاو في اوروبا ولا في شمال افريقيا ولا في الترك ولا في تونس ولا هكذا ولا باه نقربها. قالت لي انا راني دايره العطله نتاعي في اوروبا في هذه لا ريبوبليك هذه دومينيكا. قالت لي دوك نسال الكومباني تاعي الا قبلوني نقدر نبدل ونتلاقاو، معليش نشوفوا حد تلاقاو في اوروبا ولا بلاصه اخرى. قلت لها معليش، هيا غدوه الصباح ان شاء الله هكذا هضرت مع الشيف تاعها البوس تاعها هما كما يقولوا هنا. قالت لها تقدر تبدلي عادي. قلت لها ماهيش حاجه يعني صعيبه ولا ابري. بدلت على بكره لي كرويات فهالي ما فهمتش عليها، راني نكليك عيبه يبقى ضوي حال. ابري قالت لي راه مقبلوا لي. قلت لها واش راك لو كنت لقاو في تونس هكذا ولا؟ قلت هي كنت لقاو في اسبانيا والبي رخيص، قالت لي واحد 550 وقيله دولار ذاك الوقت، هذا في 2019 2019 ابارتير جوان شغل دومي تاع مود جوان كنقول هنايا من البرمي حتى لو 15. من بعد قلت لها دينا الاسبان والفيزا تاعها صعيبه ولا بريود هذه روح عليها، حنا الناس بزاف ما شكيش ما عندي اوكازيون ولا. قلت لها حاولي انت مادام تقدر تجي الاسبان وعلى ما تلاقوش في لا تونيزي وخلاص. قالت لي تلاقوا في لا تونيزي يا وراك. انت اصلا جاي هذيك جهه تونس من الاخر، جاي هذيك جهه تونس من الاخر. يا جيلا راكي في الحيل واحد الحيل في الشات لازم قطع الشات يستعملهم باه تقدر تقرفوا شويه فاهم. كيما هذا الحيل لازم تستعملهم باه السيد اللي راك تحكي معاه كي تشوفوا احنا السيريو منا باه تجبدوا ليكم. نقولوا حنايا انا وانا اصلا ما نقدرش نروح لاسبان، كنت نروح لاسبان تلاقاه في الاسبان معليش والله ما نقدر نروح كاع. راك شايف الفيزا مزايره ومام طونا في 2018 درت دومون ما عطاونيش تاع فرنسا ولا ما عطاوني. هاي قلت لهم روحوا ايه. انا رحت للقنصليه الفرنسيه، مش قنصليه هذيك الشركه هذيك، اسمح لي هنا بقى صايم برك. رحت ثم نحس روحي في الاوروب هذيك اللي تبع فيها الفيزا هذيك تي ال اس. قلت انا ذي اوروبا، انا اوروبا اللي شوفها قدامي وين راح كيف فارغه ما كان والو. صح ايه، تروح تخسر سواردك وتجي. هاي من بعد قلت لها تلاقوا في تونسيا. قالت لي معليش، شافت شريت البي، قالت لي هاني ريزيرفي ديجا. قلت لها شحال؟ قالت لي 750 جو كروا دولار الي روتور. شوف من ميامي لفرانكفورت، من فرانكفورت لتونسيا الكابيتال هنا تاع جيت في لوفتانسا رخيصه. عباك حيله يستعملوا كيفاه جوا جلال يستعملوا شغل بي دي ريزرفاسيون نهار هكذا وتيريه اي شغل باه يدير به دوموند برك. احنا مش دوموند باه يشري به البي قال هاورا البي تاع ريزرفا تاع بي دي ريزرفاسيون دوتيل بلي راح لوتيل هذا شغل باه يشري به البي دافي ومن بعد ينحى ما كان والو يعاود يلغي. نقول هنايا اي تفهمنا تلاقينا في مواد جوان. انا بكرت رحت الله اعلم لافونس وقيل بنهار ولا هكذاك ولا رحت نهار ثم. راك شايف
تروح من المسيلة، من المسيلة باتنا، من باتنا تبسها، ومتبسها تكبر في الطريق، متبسة البوشبكة الحدود البوردر، بوشبكة فريانة مفريانة، تروح القصرين، من القصرين يعني حكيت من سويت سويع، راك شايف التنقل وشايف لعبات تما والمزية ما كانش الحدود تاع تبسها هذاك، انا كي نمشي عليه توجور ما عنديش معاه مشكل برسون، ما كانش فيه بزاف، وما بطم فيش الغاشي كما تاع عنابة، عنابة لله محمد رسول الله. وكاين سهولات الحدود هذاك، هيا رحت من مولافونس نهار شديت قصرين سوسه، قلت نبات في سوسه وصباح نروح نروح للعاصمه هكذا، ولا بيت في واحد الاوتيل مسمي الجامع بمدينه، يقولوا له اوتيل مدينه بالك تعرفه ولا، هذاك الاوتيل مدينه جلال مسمي الجامع، المهم نصلي تما كلش ودوز، ذاك الاوتيل مليح ب 35 دولار، 35 دينار تاعهم مليح حيل والله، روعه روعه، عشان مروح داك التلفزيون ديك يعني ما شاء الله مسمي الجامع، بيت تما ليله، وقلت له الصباح، قلت له من الاوتيل نوض الصباح، قلت انا رايح لتونس العاصمه، قلنا خلي عندك كابا، قال لي معلش، قلت له بارسكو عندي المرا باغي نجيبها هنا، قال لي مش مشكل نورمال، اي صباح نط هو قال لي من الاحسن تروح السبعه خير، قال لي تروح في التراع، انا زعما راح نروح في اللواج تاعهم، كنقول احنا الطاكسيور كوليكتيف كما يقولوا لهما. من بعد رحت ريزيرفي شي توقيت تيكي ب 5005 دينار و500 لا 500 مليم ولا، يا جلال اخوي في التره هذاك ما جيت نلحق لتونس نكبرت فيه والله غير كبرت فيه، طول يحكي بطريق بزاف، 5 سوايع يفضل في الطاكسي ساعه و40 برك، مشيت مع واحد سبتو ذاك ساعه و40 دقيقه قد يعني حكيت، هي كاين وقيله 150 كيلو ولا قداه ولا 160 كيلو برك، ترى هذاك يمشي ويحبس يمشي يحبس، كرهنا والسخانه والاخر، قلت انا وديني بسيط انا مع ترى لحقت العاصمه، المهم لحقت دق دق مهتك، واحد كيف الدخان داخل ما كاينش احترام، راك شايف، المهم عاش الناس في فوضى، حاسين ما يهمناش الامور هذه، هيا بري رحت لقيتها، من بعد شديت النقل الحضاري من ثم المطار، لقيت الله اعلم جويل 11 تاع النهار والله، عطاتني الوقت هاني السنة السنة جات الطيارة منا والإجراءات هذيك والأمور ذيك، حتى شفتها وراه جاي، شفت وين يخرجوا لونتري تاعهم داخل مطارة، أيا تلاقيتها وشات عليها صابة منا منا منا، تبعتني خرجنا شادي الطاكسي رحنا للمحطة تلوج توصل العاصمة، لقينا قال واحد زوج بلايص زوج بلايص، شغل هو أونوار، نقول ما حبش يدخل داخل بيض الله شيء هكذا ولا، باسكو من السيرفيس تاعهم هذاك تلوج لداخل، وكاين اللي خدم ثاني برا، قلت له جات بلديك، قالوا زوج بلايص، قالوا كاين زوج بلايص، إيه هبطنا سوسة ديريكت من تونس سوسة، أي هبطنا شديت نقل حاضر، قلت له معاه المرة ثم ثاني، قال لي ما نعرفش، قلت له روح اركب معاه، هو لقيته راكب ثم، قال لي ما نعرفش، قلت له كاين واحد اللوطيلة كيف في هايل من هنا، وصلنا معانا ثاني، شدينا نقل حاضر من محطة لواج تاع سوسة إلى فندق المدينة هذا، هايل هذا فندق روعة، الحاصل قعدنا ثم درنا نهار الأول الزواج، عجب الحال الجامع ثم درنا من، المهم تعرفنا على الأمور ذيك، تغدينا، إيه ما قلتلكش ما قلت لك شي، دوك هنا نحكي لك واحد المشكل صرا لي، ايه ما قلت لكش صرا لي مشكل كبير يا جلال، اقسم بالله العظيم ونبي الكريم، انا جبتها قد وهي قبلها بنهار قبل ما تجيني، قالت لي راني كنت مريضه وهكذا ومش عارف من الصومات تاعهم، انها سما جات فيها بالميته وزدت ماكلات ما شربت في الطياره هذه تاعهم، جات ناشفه، هي جبت انا ساندويتش قلت لي مش حاب ناكل، نتشت نتشه ولعبك في الهريسه وهي ما تحبش الهريسه وتلهب ولا تعرق الفايده في الوقت هذاك من منا، قلت لازم نديها السبيطار والله كما نقول لك، نهار الاولى يا انا الاولى غنهار الاول يا ودي، واحد تقول تبع فيه تابعه الله يستر عافينا، هاي عيطت للمولوتي قلت له واش كاين واش كاين، قال لي دوك نعيط لك الطاكسي، عيط لي الطاكسي ثما، قال لي ما احسن تهبط خير، قال لي عشوها هبط الربعه الخمسه، كاين شعب مزال طارح في الشارع تاعهم، كان عندهم شعب كيما احنا سوق تاع قسنطينه وهذه باكاس بتاع الجزائر، طارح في الشارع ثم هبط بشي، المهم ديت للسبيطار درنا لاشين، سلكت 7 دينار هذيك، من بعد زدت سلكت تقريبا 27 دينار 25 دينار، شاف الطبيب من قال لي الطبيب لازمها سيروم، وقلت له روح باك متهني في هذا السبيطار الارجونس تاعهم يعني، قاموا بها الله يبارك اجنبي يعني، بارك الله فيهم الاخوان الطب التونسي على كل حال، في هذيك هذيك العياده هذيك تاع الدوله قاموا بها الله يبارك يعني، ال 11 تاع الليل
يشوف فيها خارجه، باسكو من بعد قلنا خرجوا برا، قلنا ما يبقاو المرضى وحدهم برك نقول هنايا، حتى نشوف فيها وراه جايه جهاز على الاوردونونس وجايه. سافا سافا، قالت لي لاباس الحمد لله. اي رحنا شديت الطاكسي، عاود رجعت الفارماسي شريت لها الدواء. كي شريت لها الدواء في الليل هذاك، دنا الطاكسي هذاك في طريقنا، شرينا الدواء. من بعد شنو دوا غدوة الصباح بدات تاكل، تفطر شويه حاجه خفيفه باش داك التفاح وهذاك هذاك اسمه العنب، ومش العنب هذاك اللي ايش كيسموه هذاك ستروبيري الفريز، فريزه وحوايج هكذا، بدات تحسن شويه لاباس. ايام بعد نص نهار سمي الماكله ما ساعدتهاش على الصوره، تما جات اجي لك نروح ناكلوا هكذا ما ساعدتهاش. اي ابري سميتك غف الفاكهه، بديت نشري واحد الحوايج هكذا. المهم بعد نهار الاول الزوج تحكم الحمى، هاي تاكل في الدواء تعمل يعني ذاك الدواء الله يباركه، يعني ما شاء الله توانسه ذوك الله يبارك وكثر خيرهم. واحد الطبيب مخي خصنا عطاه، قال هذا هو الدواء تاعك، كي كليته تبدا تريح صح، كان ندوج 3 جور عاود بدلنا من الاوتيل هذاك. بعد قلنا نروح الاوتيل، اوتيل كبير احنا ريزورت على كل حال، ريزورت تاع 4 نجوم هكذا، كاين الماكله تاعها، قال لابيري وسلطه ومن امور هذيك راك شايف. رحنا ثم الاوتيل يعني استراحت، وقلت الماكله تاعها لاباس. المهم قعدنا وقيل واحد 10 ايام تعرفنا على بعضنا مليح مليح. بعد قالت لي المهم عمنا واحد العشوه، نلقى واحد تونسي داير العرس مع وحده انجليزيه في الاوتيل هذاك، في اوتيل مرحبا كلاب، فايده جاي لا فامي تاعها، بويها عمها جداها خوتها صحاباتها خوها، ياكلي كبيره بخير عليهم هذو لي زونغلي باينين، وكل كوستيمات وكيف هذيك، باسكو صعيب تزوج بعد انجليزي راك على بالك صعيب شويه. وهذا التونسي المخلوق كان يخدم غير في الريستورون في ذيك بالذات، خدم 6 سنين تعرف بهم، المهم دخل معاه ذاك اي عجب الحال وتصور الفائده ويقول يصور ثم العشوه. بعد في الليل نخرج نحوس ونروحوا ندوروا في الليل ثم، رحنا بوقنطاوي في النهار، رحنا في النهار نوض الصباح نفطروا نروحوا للمونستير، درنا فطوات تعرفنا على بعضنا. ايام ماتوا الايامات تاعنا خلاصوا. في النهار جلال اللي نديها فيها لتونس العاصمه بنرجعها، شوف المصايب يعني شو نقول لك. انا قلت له على بالك انا ما نمش تاع هذيك تاع ساعه وساعتين نروح على لافونس المطار، لازم نروح بنهار على لافونس جلال ب7 سوايع 8 سوايع، اصلي جامي تقرا وحنا الزمان الطريق مسكره كاش هكذا قدر الله كاش، على الاقل احنا رحنا صباح وهي هي البي تاعها شغل ال11 تاع الليل بالتوقيت تاع تونس تقريبا كيف كيف 11 تاع الليل. في ذاك النهار الصباح 7 8 توقع بومبا في القنصليه الفرنسيه في ذاك الشارع تاعهم هذاك شارع بورقيبه، لونصاوها ثمثم لونصاوها، قال لي شوف راه قلت نسمح في ذيك، قال لي اخي ما كيف نهضر مع بلونك اللي قال اجنبي، قلت له اخي ما فهمتش، قلت له ما فهمتش خلينا بالكلام، قلت له المهم نلقاو الفايده تونس مسكره، جلال خويا في من لابوليس من الاخر شديد واحد نقطه حضاري مسكرين الطرق. رحنا لواحد لوتيل بواحد 60 دولار هكذا ولا هو تاع جماعه هذوك اسمهم جماعه النهضه، الله اعلم ما بالي هكذا، هو اوتيل فاصل اوتيل. هيا جينا ريزيرفي ما قبلناش، قال لي جيب لي ليبرت فامي، يا دكتور المراه تاعي شرحت شمن ليبرت فامي تاعك هذه، قلت انت باين من النهضه، تعيط انا وياه وخرج برا انت من جماعه النهضه باين. اي خرجت عاد شفت واحد اخر اوتيل اخر 3 ايطوال ولا، شديت الطاكسي داني واحد الاوتيل يقولوا في باب سعدون مسمي ترا تاعهم 5 مترات تخرج من الاوتيل تلقى ترا، انا ماشي شنو الاوتيل هذا اللي موسيقى هم يعرفوش مع باك جزائريين في باب سعدون، تخرج قام الاوتيل برك تخرج من الاوتيل 5 مترات تلقى لاني تاع ترا شنو اخوي. هاي رحنا الله اعلم تغدينا وشرينا حاجه فاكهه باك، ما تغدينا ما والو ما كانش ريستورات مليح ثم شايف الله. تعشينا في الاوتيل درنا عشاء سبيسيال وقيل 25 طيبنا عشاء سبيسيال مليح الله يبارك. لحقت 11 تاع الليل عيطت واحد مناقر حضاري جاني داني ثم داني الكابيتال، قلت الكابيتال داني المطار، نلقاهم مسكرين المطار، مطار لازم من برا ما تخش للداخل. هيا ودعت ابقى على خير منا، جيت مروح بيت راك في الاوتيل هذاك الحصيل الصباح
الصباح رحت زعما نفطر كي برسك هو فيه الفطور تاع الصباح بقداه ولا سون ديس الله علماء سون ديس سون ديس تونس يعني غالي بزاف داك الوطيل هذاك وما فيهش مي الله ما يصلح كاع هاي من الاخر هو هيك نلقى واحد مره فرنسي تعيط قالت له سيت ان بون اوتيل من بصح قالت له شغل الصباح الفطور زيرو رقم نقول حنايا هو صح فيه بيضه وكاس حليب واحد الحبه مش 20 ميل فيها ولا كرواسون واحد الفطور يعني حاشا على صغار به اه شغل لي هاك شايف بيه الفطور هكذا انا كنت نفطر في الفلوتيل تاع مدينه هذاك الاوتيل اقل منه والله غير روعه يحط لك الشيكولا يحط لك الفقوس يحط لك دلي على طرف طرف هكذا يحط لك الفرماج يحط لك يجيب لك القهوه الحليب الكرواسون اللي ما نعرف كيف تقول انتم الرفيس هذاك زي ما تسموه في الشرق الرفيس هذاك رفيس اي رفيس اي تعرفوا رفيس ها رفيس ايه خمر رفيس هذاك يحط لك شاميه يا ودي والله غير روعه ب 35 دينار وهذاك ب 115 دينار 110 دينار الواحد وحالته حاله هيا هيا قدرت في فرنسا انا لحق على الحليب وعلى اخرها فطرت وزدت كابتن روحت سوسه بيت ليله عاود رجعت قعد بيت ليله وقيل لي زدت ليله برك اذا وعاود رجعت روحت ثم تم لا هي روحت هي ركبت في الطياره هي وروحت. ال 11 هي ال 11 تاع الليل روحت ركبت نقول احنا قعدت ساعه في المطار هذيك ال 12 الوحده طارت هي ديجا الصباح راهي في راه في فرانكفورت قالت لي انا حيت فرانكفورت والله اعلم ذاك الوقت كان فرانكفورت قالت لي فيه 5 سوايع على سكال قالت لي 5 سوايع على وعجبها سكال عجبها الفاكونس كي عجبته معاك اه بيان سور عجبها الفاكونس وعجبها التوريست تما وعجبها ذوك البلايص تاع تونس هذوك يعني عجبها روعه باسكو حوست بها انا ديتها حوست ديتها المونستير ديتها البلايص ممكن كاين تراث ممكن قلعه تروح من القدم هذوك وخي تونس وكل قلعه قدم ومش عارف امور هذيك وجوامع ودي تحت البرقيبه المتحف تاع برقيبه والاخر عجب الحال سيتين تربيه وهي قالت لي العلامه الكامله كل للطب التوانسه يعني شكرتهم لي قالت لي خير من زاميركا قالت لي زاميركا قعرك وينحك لي الدم وينحك لي قالت لي عذبك وشو شرع عندك قالت لي هذو اللي طب التوانسه شافني من منا قال لي ها وراه دواك والدواء ذاك ولا غدته معاه تتناول فيه قالت لي يعني فعني ما شاء الله مخاخ صح قالت لي انا عجبني التراث تاعهم عجبوني الطب الله يبارك قلت لك كيفاه القيمه وكيفاه قادر وكيفاه يحترموك كيفاه هكذا منه يعني ما شاء الله تشكر لحد الان قلت لي خير من الامريكان هنا الطب التوانسه جنون قالت لي هيا بري قلت لك انا من بعد روحت المهم للجزائر تلاقينا خطره الزوجه نحكيو منها عرف قلت لهم قلت بلي لقيت واحد منا وهو جزائري وهو تعرض بيه وراه عجبني وهو الفطوه تاعو وهو كيفاه ومنه ومنه لقيت معارضه تقريبا من المصطفى فاضر تاعك نقول هنايا رجل مهاكم يقول لنا برسوي بويا ميت فهموه باكش معاه هكذا المهم ما نورمال قابله رجل ما شويه هكذا قال لك في الجزائر وعربي من ما قلت ما تجيب لنا واحد عربي هنا بعد الله صاحبي جزائري الفلاحي داخل ايه ما يخافوا شويه على بالك العرب وهذيك وكيفاه عربي يجي هنا يوم نجيب عربي الحاصيل مها قالت لي مها شجعتها وقالت لها مليح وبيان وهذا انسان طيب وبين الله يبارك في وجهه منه دوزيام فوا تلاقيتها منه قلت لها لازم تدخل معي الاسلام منه. قالت لي معليش قابله قالت لي انا اصلا ما كنت من حتى بدين قالت لي الكاثوليك اليهوديه قلت كل ما قلت لي ما كنتش مقتنعه بها نقول حنايا تلمو هي قاري نقول حنا فيلوزوفر في فلسفه قلت لي على بالك قاري فلسفه ما يامنوش بالحوايج هذا بارسكو ما كاينش حاجه اللي تتوقعهم صح قلت لها الدين تاعنا كيفاه وشرحت لها ومنه منه قالت لي ديجا انا راني كنت نسمع لها 5 مرات وتقدم الجامع لازم تستعمل الحيله جلال انا لا ديت اللوطي تقدم الجامع مش بيا الرخص ولا بيا بتاثر قالت لي ديجا كي سمعت شفت الناس يخرجوا هكذا ايه ودخلت الداخل على بالك هما كفروا الهراسه ودخلت الداخل شاف منه قالت لي هذه الحوايج اثروا فيا سمعت المو خمس اوقات نقول هنايا الاذان وهكذا من نوم سمينا يا ربي نجمع لك قلت لك 300 طرات بيناتنا برك 400 طرات برك 400 طرات مهم حتى يعني البارلور في كما قلنا في النافذه هاي بعد لقيت احنا نتيجه مع ما قالت لها في قابله ومن منهم دوزيام فوا عاود تلاقينا جلال قلت لها تعرض اصلا في تونس اه في تونس عاود تهبط لتونس ولا بيان سور اي عاود هبطت وتلاقينا ورحت لقيتها نفس الاخر كما نقول احنا تلاقينا في اكتوبر الله اعلم ايه اكتوبر ايه
تلاقينا الله على اليسيت والله لويت اكتوبر والله ماني شايف. المهم يسيس وقيله والله تلاقينا وقلت ذاك ودخلت الاسلام في الجامع تما دخلت الاسلام والفائده الشعب يعيط طيب الله اكبر وذيك وايه دخل الاسلام والاستجاب كلش امور ذيك وصوروها ثم قلنا عندهم هذا التراث هكذا. المهم حصيل من بعد قال لي واحد ابو لحيه ثم قال لي علاه ما تخدم لهاش ولا هني قال لي ما تخدم لهاش شهاده بلي راهم اسلمه. قلت له يخدموها قال لي اطلع الجامع القيروان او جي في تونس العاصمه مسمي واحد الشارع يقولوا له شارع باب بنات هكذا يسموه باب بنات. وهذا الشارع جلال فيه المحامين والقضاء المحامين وكيف يسموه هذوك النوتوري هذوك النوتير والنوتير ومام طول المحكمه والبلديه تاعهم ثم سماو لنا عقدوا كلش. هاي طلعنا وسيته منا شهاده رونديفو لازم نذكره نعقدوا قالت لي نعقدوا كما نقولوا حنايا يعني. ايه ما قلتلكش جلال ما قلتلكش كي روحت كي روحت انا بعد الفاكونس قالت لي لازم تجيني الامريكان. ايه لحقنا المزقق وقلت لها كيفاش الميريكان؟ قلت كان تجي عندها وانت تروح عندها الخطره قالت لي هذه. لازم قالت لي تجيني هنا راه سهل العقد قالت لي 24 ساعه كيما نشد ابليكاسيون نعقده. هو صح هنا وقيله 48 ساعه وقيله برك عبك تشد هنا جيرت عمل بالابليكاسيون في البلديه تاعهم هذيك الاكونتي تروح تعقد ديريكت 48 ساعه جيل تروح تعقد هنا في البلديه تاعهم الامريكان. قلت تكون هنا سهله ولا وش يحتاج منك هنا باسبور برك باسبور والكاز يكون مترجم والله هكذا والانسجام بتخدم بيك وقت بتبعث في البيرو تاع الهجره. قلت هنا راه سهله خير وكاش ما تجيب معك نقمه وبليشات العزوبه هكذا انسجام ترونفورس في الدوسي تاعك برك. قلت لها انا كيف نجي قالت لي نبعث لك برجمو ابعث لي برجمو خاتني برجمو قلت والله غسلكت عليها 160 دولار على بالك سوريتني وهي البرجمو والله ما تكزيستي يا جلال. هي بعثت لي ذاك شديت رونديفو طلعت للجزائر طلعت عند واحد جاي في يقول لك جاي في بلوزداد واحد الاصل عقده واحد العبد هو انفصل بانكا في شارع الشارع والله نسيت اسمه جلال بلا تفكرني فيه والله. هو يخدم الفيزا تاع امريكان والانجليز عمر لي دوسي تاعهم شد رونديفو هذا الشارع هكذا وجاي في مسمي الجامع انفصل قال بي ديال في الجزائر العاصمه في بلوزداد عمر لي رونديفو ورحت سلكت هذيك 1950 تو سور بلاس هزيت الطاكسي ورحت تما ديريكت رحت ال كيف يسموها البلاصه هذيك وكاين القنصليه تاعهم مش القنصليه كاين في ليبيا. لا 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 مش القنصليه اي واحد الشركه هكذا خدم معاهم في داكس جايه في واتسمار 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 سلك 1900 والله اعلم 37000 عطاوني ديك الورقه وترجعتها له برس كل في الدومون تاع امريكان كنقول حنا كي تشد دومون جلال مش كما تاع فرنسا هما منظمين كي تشد دومون بس من الدومون تاعك لازم تروح تسلك الصوار واحد يشد دومون ولا ها قال لي انا شديت لك على 7 تاع الصباح على وقع لك نزور ال 20 بغيت تاخذ راحتك وتوجه الدوسي. قلت له معلش انا الدوسي تقريبا واجد رحت سلكت هذيك 1937 ابري رجعت لي سور بلاس شعاود ثاني ما طاحش قلت له استناني عاد رجعت معاه قلت له كيفاه قال لي هاد الدومون